وتعالي هنا نطرز على الانف. هاجي في النص، يعني بصي انا هتنيها كده اتنين اهو، وهاجي اوسطن كده في النص واختار ثلاث غرز حشو هشتغل عليهم. انا حاطه الدبوس اهو على ثلاث غرز حشو، واحد اتنين تلاتة، هطلع من هنا لهنا خلاص. طيب فين بقى السطر الاولاني التاني؟ ما بين التاني والتالت خلاص اهو، وعلى التلات غرز دول هاجي هطلع من اول دبوس وادخل للدبوس التاني. وهروح واجي كده ايه كذا مرة. تمانين مرة. هيك اطلع بقى من البداية كده الجنب كده، وهاجي بقى اشتغل عليهم، يعني هطلع وهنزل عليهم ظهر الإبرة علشان ماخدش معايا خيط من الشغل، واشتغل كده هقعد ألف كده. خلصتها اهو، تعالي بقى نسيبها على جنب ونعمل الفيونك. هاجي كده بالخيط اللي لونه احمر، هعمل ايه انا بقى؟ هعمل دايره سحريه. اول حاجه تعالي هسيب خيط كده شويه، وبعدين اعمل دايره سحريه من لفه واحده، وهاجي هطلع اعمل ثلاث سلاسل. ثلاث سلاسل، وبعدين في نفس الدايره دي هعمل ثلاث عواميد بلفه، يعني كده اول عمود، تاني عمود، تالت عمود بلفه، وبعدين ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاته، انزل في الدايره واعمل غرزه منظره، وبعدين اطلع ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاته، نفس الدايره هعمل ثلاث عواميد بلفه، اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، وبعدين تلات سلاسل، واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة، وفي نفس الدايرة هعمل غرزة منزلقة. اقفل الدايرة، اقص الخيط، هي بقى في الدايره دي كده كويس اهي تمام. طيب انا هعمل هنا ايه بقى؟ هلف عليها بالخيطين الاتنين دول، بصي هلف كده والف بالتاني كده، انا عايزاها اقفلها قوي وكده كده كذا مرة ايه.
خلصت. تعالي بقى ايه اخفي الخيط ده كده، والخيط ده شدي حلو، وحاولي ان انت بقى ايه تدخليه في وسط الايه اللي احنا لفناه، منه نبقى خفناه ومنه ايه يبقى ثبتني. خلاص خلصتها، سبت خيط يا خيطها يا هلزق، هنشوف كده في الاخر هنعمل ايه. تعال نسيبها على جنب ونعمل الودان في دايرة سحرية من لفة واحدة، هطلع السلسلة وهعمل في الدايرة دي 7 غرز حشو. واحد، 2 3 4 5 6 7 حشو. هطلع سلسلة ارتفاع، هلف في الشغل واشتغل على كل غرزة هتقابلني غرزة منزلقة. خلصت، هطول الخيط عشان هنخيط بيه. واقفل الدايرة واعمل منها 2. وتعالي هنا بقى نركب الايه الايدين والرجلين. طيب انا هاجي في الجنب كده فوق خالص اهو، شايفه السطر بتاع الرقبة فيه اهو، اهو السطر اهو بتاع الرقبة اهو، ده اول سطر اهو، احط الدبوس فين؟ في الجنب، شايفة في الجنب والجنب التاني. طيب اهم حاجة يبقى ما بينهم كام غرزة حشو؟ 6. 1 2 3 4 5 6، 6 غرز حشو. خلاص كده دي الايدين، انا طبعا سايبة خيط عشان هنخيط بيه. طيب الرجلين على نفس الصف اهو. طيب من تحت بقى منين؟ سطر 2 3 4 5، في السادس حطيت الرجل الاولاني. طيب اخد بالي بقى ان في تناقصات الثلاثة لقدام، تمام، عشان تبقى لقدام نفس الحكاية، تناقصات الثلاثة لقدام، وفي نفس الصف بتاع الايد حطيت نفس الايه الرجل، وفي نفس الصف اهو حطيت الرجل التانية. خلاص كده. طيب هعمل ايه؟ هجيب بقى ابرة طويلة وهاجي على ايد ايد كده بالراحة خالص واخيطه، مش هشيل الدبوس الا ما اخيط، يعني انا هخلي الدبوس كده لغاية ما اخيط واثبت، وبعد كده ايه ابقى اشيل الدبوس براحتي. انا خيطت الايدين والرجلين، ممكن تبقى بتبقى متحركه الرجلين، اهم حاجه خدي بالك من عند التزايدات اللي قدام دي، التناقصات اللي احنا عملناها دي
هتبقى ايه دي قدام. طيب تعالي بقى نركب الايه الانف بتاعتها. هحط دبوس فين بقى؟ عند الرقبة. واحد اتنين تلاتة في الثلاث سطور دي اهي، الثلاث سطور دي اللي بعد الرقبة. حطيت دبوس كده ودبوس كده. انا طبعا هحشيها وانا بشتغل وهوريك ازاي. اهم حاجة بس نخيط الاول، ومش هشيل الدبوس الا لما اخيط. خلاص خيط دي كده بالراحة. انا عايزاها تبقى ايه مضمون، مش عايزاها تبقى ايه واخدة وسعها كده، لا انا عايزاها تبقى مضمومة تمام اهي، عشان تديكي شكل حلو. فهشتغل كده اهو، خدي طرف من هنا وادخلي. تعالي بقى من جنب كده، انا سايبه كده جنب فاضي، وهاجي احشي شويه ايه فايبر كده صغيرين اهو. بدخل كده من الجنب واحشي شويه فايبر. واكمل خياطه. خيطتها. تعالي بقى هنطرز العين. طيب هيبقى فرق فوق الانف على طول. انا بقى بجيب الوام، يعني شايفه اهو، وهيجي جنب التاني كده. خليني اجيب الدبوس هنا وهنزل لتحت. طيب هدخل مكان الدبوس الاولاني، هشتغل كده بخيط اسود وابره طويله عشان اعرف اوصل. واشيل الدبوس الاولاني. وهاجي هشتغل كده يعني على غرزتين كده اهو. وهروح وهاجي كذا مرة. عايزة تكبريها اكتر من كده مفيش مشكلة. تعالي بقى نروح للعين التانية. نشيل الدبوس
وهنزل لتحت كده. خلصت. خليني بقى اجي في النص وهعمل الخط. فهاجي بالابرة كده وهدخل للنص. يعني بصي اهو. وهنزل بقى كده لتحت. ممكن اعمل خط كمان. وتعالى اقولك انا هركب الودان فين. السطر بتاع العين، سطر العين اهو، هبعد كام غرزة؟ واحد اتنين تلاتة، وفي الرابع حطيت الدبوس اهو. واحد اتنين تلاتة، الرابع حطيت الدبوس. طيب الدبوس ده في نفس الصف، في نفس صفه لفوق، هسيب واحد اتنين تلاتة، وفي الرابع حطيت بداية الودن، وهسيب واحد اتنين تلاتة وحط دبوس عشان اثبت الودن. تمام كده. يبقى اهو في صف العين، في صف العين في اخرها اهو، بسيب بعدها واحد اتنين تلاتة وقف هنا، وفوق هطلع على نفس المستوى ده واسيب واحد اتنين تلاتة، وفي الرابعة حطيت الدبوس خلاص. وعلى مسافة واحد اتنين تلاتة هخيط. تمام كده. اخيط انا بقى الاثنين بودنين، وهعمل نفس اللي عملته هنا هعمله هنا، واظبط ايدي بالظبط وارجع لك. كده انا ركبت الودنين وخيطتهم. تمام. تعالي بقى نعمل ايه الحمالة. طيب انا هعمل ايه؟ هعمل 23 سلسلة. وهاجي من تاني سلسلة وهشتغل غرز منزلقة. هيبقى عندي 22 غرزة منزلقة. على كل غرزة سلسلة هشتغل غرزة منزلقة. خلصت 22 غرزة منزلقة. اطول الخيط كده شوية. اجيب ابرة اخيط بيها. انا عملت ايه بقى؟ انا هوريكي. جبت البداية وحطيتها عند الايد. يعني بس شايفة الايد هنا. وحطيت الدبوس. خلاص. تعالي بقى على الايد اهي. ماشي. امشي 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 لغاية ورا. وحطي دبوس في النص. احط دبوسين في النص خلاص. وبعدين امشي امشي لغاية قدام اهو، وانا حط الايه الابرة. عايزة تحطي دبوس الاول ماشي اهو،
عشان تعرفي تشتغلي. وهبتدي اخيط، شايفه بقى بقت قمر. هبتدي بقى اخيط القمر بتاعي، بس خدي بالك ان انت ظابطه اتجاه الايه المنزلقه عشان تديكي شكل حلو اهي، معديه فوق الايد. وهبتدي ان انا بقى ايه اخيط كده، هخيط هنا وهخيط هنا مكان الدبوس، وهخيط هنا بس كده اهي، شد الدبوس دي بقى هخفيها. لما اخلص هخفيها، حاولي كانها ايه طالعه من الفستان، يعني حاولي كانها الحماله دي كانها طالعه من الفستان. هخيطها كده اهي، وتعالي هنا بقى هلزق بس الايه الفيونك، حطها لها كده، اجيب اللزق. لو في شويه خيوط ولا حاجه متبقيه بحط عليها اللزق عادي خالص. طالع هنا حط عليها دبوس عشان بس ايه تنشف. طيب اخر حاجة هعملها ايه، ان انا هحط لها بس الزرار ده كده، هخيط الزرار ده بس وارجع لك. كده لزقت وخلصت كل حاجة وطلعت زي العسل، قمر قوي حلو قوي، شايفة كأنها لابسة فستان كيوت خالص، قمر. طريقتها سهلة جدا وبسيطة. أتمنى بقى الدبدوبة الأمورة دي تكون عجبتك، لو عجبتك ما تنسيش اللايك، وأشوفك فيديو جديد إن شاء الله.